الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر أهل هذه القرية على حفاوة الاستقبال وعلى الكرم الفياض وعلى تنسيقهم لهذه المحاضرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. عنوان المحاضرة: الملة الحنيفية. الملة الحنيفية دي أخونا بابكر جزاه الله خير كلمنا عنها، والملة الحنيفية كما قال هي ملة إبراهيم وهي ملة الإسلام وهي ملة التوحيد. أي زول ما يتبع الملة الحنيفية ده ما اتبع يا أخوان الإسلام، لأن الإسلام هو الملة الحنيفية. شكد الله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة، وهو فاعل الخير ومقدم الخير للناس والذي ينفع الناس. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله عابدا لله حنيفا، أي موحد ومبتعد عن الشرك، ولم يك من المشركين. الله سبحانه وتعالى نفى عن إبراهيم عليه السلام الشرك بالله سبحانه وتعالى، ودعوة إبراهيم وملة إبراهيم دعا إليها جميع الرسل. الرسل جميعا يا أخوانا كان دعوتهم واحدة بس: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هو السبب؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيا أخوانا دعوة الأنبياء جميعا كانت تنصب في أن يعبد الله ولا يشرك به أحدا. شكد الرسل ديل لمن بلغوا أقوام بلغوهم البلاغ المبين، البلاغ الواضح: وما على الرسول إلا البلاغ ياتوه المبين. بلاغ واضح يا أخوانا، بلاغ يفهمك موضوع الإسلام وموضوع التوحيد وموضوع أن يبتعد الناس عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. شكد إبراهيم عليه السلام زي ما كلمنا شيخنا وأخونا بابكر، دعا قومه، دعا أبوه وبدأ ببيته، وده الزول المصلح يا أخوانا، لأنه الزول المصلح أولا يبدأ بنفسه. إذا أنت ما انتفعت في نفسك والعلم ده نفعك أنت في نفسك وطبقت علمك أنت في نفسك وعملت بعلمك أنت في نفسك ما بتنفع زول يا أخوانا. وإذا أنت ما كنت صالح في نفسك ما بتقدر تصلح زول أبدا. إنما يبدأ الإصلاح من النفس ثم يكون بالأقرب فالأقرب. فبدأ إبراهيم بأبيه لأنه أبوه كان على ملة الشرك،
وعلى ملة الكفر أول حاجة بدأ ببيته. شكد الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم دعا قومه إلى التوحيد واستمر في دعوة أبيه وقومه. يعني يا أخوانا ما قال خلاص أبوي ده كفاو ما داير الحق ورفض الحق كفاو، لا، إنما دعا قومه ودعا أبوه تبعا لقومه بعد أن دعا أبوه في الأول. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. الله سبحانه وتعالى يا أخواننا أدى إبراهيم حجة قوية: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عزيز حكيم. فالله سبحانه وتعالى أداه الحجة. فسأل أبوه قومه قال ما تعبدون، سؤال ولا ما سؤال يا أخوانا؟ طيب السؤال ده نفسه أسأل لكثير من السودانيين، قل لهم ما تعبدون، كلهم أو جلهم بيقول لك شنو؟ بيقول لك بنعبد الله، صح ولا ما صح؟ طيب كان جيت في الحقيقة بتلقى معظم وكثير منهم بيعبدوا غير الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كثير من الناس يا أخواننا بتلقى عندهم عقائد في غير الله، واحدين تلقى عندهم عقائد في السمانية، واحدين عندهم عقائد في الختمية، واحدين عندهم عقائد في المرغنية إلى آخره. يا أخواننا ما تعبدون، لأنه ما ممكن يا أخواننا زول يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكون عنده عقيدة في غير الله. يا أخواننا إنت قلت لا إله إلا الله، هاي التزم بكلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أي أن لا يعبد إلا الله. المشكلة يا أخواننا إنه أن إحنا ما واضحين، السودانيين ما واضحين في الغالب، لكن المشركين الأوائل كانوا واضحين. كان سألتهم قلت لهم بتعبدوا منو؟ زي ما في الصورة والآية قالوا نعبد أصناما، واضحين قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون. لكن تعال شوف الليلة يا أخوانا ما واضحين، بتلقاه بيعبد الله وعنده عقيدة في شيخه المدفون في القبر تحت، بيتبرك به وبيدعوه من دون الله تبارك وتعالى، وبيشيل التراب وبيسفه عنده عقيدة فوقه، وبيحلف بشيخه وبيحب شيخه لحب أكثر من حبه لله ذاته، لأنه صرف له العبادات. دعاو يا شيخ فلان تلحقنا وتفزعنا، في ولا ما في؟ كثير. أمسك أي طريقة وأمسك أي يعني منطقة من مناطق وبؤر الشرك بالله سبحانه وتعالى بتلقى فيها الكلام ده. القباب والأضرحة الموجودة في البلد دي تقال بيسووا فوق شنو؟ إخوانا النازل بيقولوا لا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله دي في اتجاه وهم في اتجاه تاني. إنت قلت لا إله إلا الله التزم بها، إنت قلت لا إله إلا الله بتدعو غير الله ليه؟ الدعاء ده حق منو؟ حق الله ولا حق الفكي؟ حق الله. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والله سبحانه وتعالى قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر
لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أنت دعيت الفكيل مدفون ولا أنت قاعد هنا في أزرق ودعيت الشيخ في الزريبة في الشكينيبة وفي واد بدر وين وين وين؟ أنت يا أخوانا صرفت العبادة دي لواد بدر وصرفت العبادة دي لفلان الفلاني من المشايخ، ما صرفتها لله، ما عبدت الله سبحانه وتعالى حق عبادته، ما طبقت كلمة لا إله إلا الله، ما آمنت بكلمة لا إله إلا الله واعتقدتها الاعتقاد الصحيح. ده يا أخوانا الحق وده الوضوح يا أخوانا في الدعوة، لأن يا أخوانا الدعوة دي كان ما بقت واضحة ما بتمش. أنا بوريك عديل، وإن إلياس لمن المرسلين، ده نبي من الأنبياء، لقى قومه بيعبدوا في الأصنام وبيعبدوا رجل صالح يسمى بعل، والشرك يا أخوانا وقع بسبب الغلو في الصالحين، ودي المشكلة بتاعت الشرك من أصلا من أول الشرك وقع بالموضوع ده يا أخوانا، بسبب الغلو في الصالحين وعبادة الصالحين. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، أي ألا تعبدون الله، أتدعون بعلا؟ وبعد يا أخوانا كان رجل صالح، وبعد ما يموت بيخدوا صنم طوالي وبيعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى زي الليل يا أخوانا، بيشيلوا الزول يقول لك ده ولي ويشيلوه يدفنوه، بعد ما دفنوه بيعملوا يا أخوانا في محله قبة، القبة دي زي الصنم بتاع زمان واحد ما في أي فرق. ليه؟ لأنه بيمشوا بيصرفوا العبادات هناك لغير الله، أي عبادة بيصرفوها للشيخ من دون الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالياس دعاهم للحق ودعاهم للتوحيد، إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فده الجواب، إجابتهم كانت واضحة، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قالوا نحن نعبد الأصنام دي وبنعكف عليها. إبراهيم عليه السلام لما عرف اتجاههم وعرف عقيدتهم طوالي بداهم بالحجة والكلام بالمنطق، قال هل يسمعونكم إذ تدعون، بيسمعوكم زي الليل يا أخوانا. أنت بتقول لي يا أخي أنا بنادي الشيخ، الشيخ ده بيسمعك؟ سؤال، بيسمعك؟ الله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، طيب لو سمعوا، قال ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما في زول بيسمع يا أخوانا، لأن السمع المطلق ده لله سبحانه وتعالى، الله هو اللي بيسمع، الله السميع البصير، الله المجيب الدعاء، الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما في زول عنده حاجة مع الله يا أخوانا. إذا أنت قلت شيخي ده عنده السمع المطلق، أنت معناته عظمت شيخك أكثر من تعظيمك لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فقال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، بينفعوكم ولا بضروكم؟ وده يا أخواننا أسلوب لتعجيز آلهة المشركين، ده يوريكم إنه آلهة المشركين ضعيفة ما عندها حاجة. لأنه يا أخواننا الليلة الشيخ اللي بتلقى بيمشوا للناس يبوسوا له يده ويبركوا له ويدنقروا له ويسجدوا له ويتبركوا به ويندهوا ويصرفوا له العبادات التي لا تصرف إلا إلى الله، وطوفوا بقبته وما يرضوا فوقه وما يقبلوا فيه الكلام،
ده يا اخواننا عبد ولا اله؟ عبد ولا اله؟ عبد صح، محتاج انه ياكل ومحتاج انه يشرب ومحتاج الله يكرمكم يمشي الحمام ومحتاج انه اذا مرض ربنا يشفيه ومحتاج لاشياء كثيره، محتاج انه ينوم صح ولا ما صح؟ الله سبحانه وتعالى عظيم كريم ملك قوي، لا تأخذه سنة ولا نوم، ده ربنا سبحانه وتعالى. لكن يشوف ده ما عنده لنفسه نفع ولا ضر، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كيف نصرف له العبادات وهو ضعيف بالضعف دي؟ هو بيموت، الله سبحانه وتعالى ما بيموت، هو الحي القيوم. هو بيمرض، الله سبحانه وتعالى القوي العزيز. ضعيف ما يملك لنفسه حاجة، شكيدة قال لهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، دي حجة ولا ما حجة يا أخوانا؟ حجة قوية. شكيدة قال لهم قل أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، لأنه يا أخواننا قالوا الكلام ده لقينا وعين أبواتنا بس، قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ما عندهم حجة. شكيدة بتلقى كثير من الناس يا أخواننا حجتهم يقول لك والله بس لقيت أبوي على العقيدة دي، لقيت أبوي على المنهج ده. ده يا أخواننا ما بحل لك أمام ربنا سبحانه وتعالى. لو بقيت عم النبي صلى الله عليه وسلم عديل وكنت على ملة الشرك وعلى ملة الكفر، ده ما ينفعك يا أخوانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عم أبو طالب ماد على ملة الشرك وعلى ملة الكفر فدخل النار. وغير من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم رفضوا الدين ورفضوا التوحيد، عشان ما يقول لك أخي نحن من الأشراف ونحن من وين ونحن من آل البيت، ده يا اخواننا ما بينفعك ولا يغني عنك من الله شيئا اذا جيت بدين غير دين الاسلام، واذا جيت بعقيده غير عقيده التوحيد. عشان كده يا اخواننا الزول ما يتمسك بابواته ويصر طيب. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فالعبد لا يصر على دين آبائه إذا كانوا على باطل، أما إذا كان آباؤه على حق فيتبع ملتهم، لأن يا إخواننا يوسف عليه السلام قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالإنسان يتبع الحق ولا يتبع الهوى ولا يتبع الضلال. قبل كده ركبت لي مواصلات، لقيت لي الكمساري، لقيته يا اخوانا لابس ليه تميمه، قلت له يا اخي التميمه دي شرك بالله وما بتجوز وحرام، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمه فقد اشرك. قال لي يا زول انا اداني لي ابوي وما بخلي دين ابوي وما بخلي البتاع اللي اداني لي ابوي واقلع اجع. قلت له يا زول الموضوع ده فوق نار عديل، الشرك ده بيخلي صاحبه في النار، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال لي يا زول خلينا أخش النار،
لأنه يا أخواننا في ناس قدر ما تديهم الحق وتقول لهم ده شرك يقول لك لا ما دايرينه. شكدا إبراهيم عليه السلام قال لهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أي آلهتكم دي البتوع بتعبدوها دي كلها بالنسبة لي عدو وبالنسبة لي باطلة. لأنه يا أخواننا في ناس بيجاملوا في التوحيد وفي العقيدة، زول أيام الموالد وأيام الحوليات تلقاه قاعد في الحلة يقول له قوم اركب معانا رح، يكون قاعد سامع عنده موضوع، بدأ يقول لهم يا أخوانا الموضوع ده بدعة والأشياء اللي بتحصل هناك فيها شركيات، تلقاه يجامل الجماعة يقول لهم أصلا ما عندي موضوع نقوم نمشي. بس تمشي وين يا زول؟ موضوع ده دين، موضوع ده عقيدة. شكد إبراهيم عليه السلام قال لهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. قال لهم خلقني ربنا، لأنه الخالق هو المستحق للعبادة. نحن يا أخواننا في البلد دي عندنا ناس بيقولوا إنه غير الله بيخلق وغير الله بيدي الجنة وغير الله بينزل المطر والأولياء بيتصرفوا في الكون وأوتاد الأرض في الجبل الأربعة، إنه الأرض دي عندها أربعة أوتاد مثبتينها، والشرك والكفر أجابوه ما وقعوا فوقه حتى المشركين الأوائل، ولئن سألتهم ناسبوا لهب وناسبوا جهل والمشركين، من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقكم أو من خلقهم ليقولون الله. ده يا أخواننا نوع من أنواع التوحيد يسمى بتوحيد الربوبية، الآمنوا به المشركين الأوائل. الليلة ناسنا هنا إلا من رحم الله ساكتين فوقه، جايبين واحد قال الأولياء بيحيوا بميتوا والكباش بالدجنة، والله سبحانه وتعالى قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. شاكد يا أخواننا ما في مرة تمشي لها لشيخ لجنة، ده أكبر مقلب، إنه مرة تمشي لها لفكي ولا تمشي لها لست ودع تقعد جنبها تقول لها شوف لي الحاصل شنو وارمي لي الودع. وفي ناس يا أخواننا الكلام الباطل ده بأصول له تأصيل، شان كده بتلقى أغاني منتشرة ست الودع أرمي الودع ليه كشكشي شوفيه لي كان فيه شيء وما فيه أي شيء، عبارة عن ادعاء لعلم الغيب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. كيف يا أخوانا نمشي للسحر والدجالين ونقول لهم عندنا حاجة رايحة شوفوها لنا؟ وكيف يا أخواننا نستغيث بغير الله ونتوكل على غير الله بأننا نلبس تمائم وحجبات؟ يا أخواننا كلها الكلام ده كله منافي للعقيدة الصحيحة. شكدا الخالق هو المستحق للعبادة الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعم ولا يطعم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. دي أخوانا حكمة ولا ما حكمة؟ دي أخوانا عظمة ولا ما عظمة؟ بتلقى الناس في رمضان تعبانين ومن الظهر تلقى الناس راكدة في المساجد، ليه؟ لأنه يا أخوانا محتاجين لأنه يأكلوا ويشربوا. الله سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم. الزول اللي بتدعو من دون الله وتصرف له العبادات ده محتاج انه ياكل ولا ما محتاج؟ محتاج. كونه محتاج انه ياكل معناته ضعيف، ما عنده حاجه مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوه المتين، ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير
تأتي خماصا وتعود بطانا. فقال: الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. دمنه يا أخوانا، ده الله سبحانه وتعالى، الله اللي بيشفي. لأنه يا أخوانا ملقى كثير من الناس عندهم زول مريض، إذا كان مرض بتاع ملاريا ولا مرض بتاع تايفود ولا مرض يا أخوانا بتاع سحر وعين، الأمراض الزي دي بتلقاهم يمشوا لفكهة ودجالين، يقول لهم الزول ده شكله كده ممسوس، عليك الله يا مولانا أرغي لنا. مولانا ده لا بيفتح مصحف ولا بيقرأ قرآن، الزول ده مولع له بخور وقاعد، موضوعه كله عبارة عن جلد وعبارة عن همهمات وطلاسم وموية محايا وأشياء غريبة جدا تحيرك ذاته. ده إخواننا ما علاج، ما تودي لك ليفكي زي ده، هو ذاته الشيخ ذاته وقت يمرض بتلقى يمشي المستشفى، مش المستشفيات يا أخواننا بتاعت الخرطوم دي، لا بتلقاهم بيمشوا برا الأردن وروسيا، وين اتعالجوا برا. انت تجي يغشك بزغلك في راسك ويديك مويه يقول لك اسمع والله دي جايبنا من حفير المكاشف، هاك شيلها يتبرك بها، شيلها شربها. يا اخواننا معقوله دي عقيده تعتقدها؟ ولا دي عقيده الزول مسلم يا اخواننا تعتقد انه حفير فلان ده فوقه بركه؟ ده ما فوقه بركه يا اخوان، ولا عنده علاقه بالبركه، انما البركه من الله سبحانه وتعالى. شاكده قال: فاذا مرضت فهو يشفي. بعد ما إبراهيم قام عليهم الحجة ورام التوحيد بكل وضوح وبكل بيان وأقام عليهم الحجة تماما وبقى ما عندهم أي حل، وقال لهم أفل لكم في سورة الأنبياء ولما تعبدون من دون الله، قال شنو الزول العاجز يا أخوانا بيعمل شنو؟ ما زول ما عنده حجة، إن جيت قلت له أجيب آية ما عنده، عنده دليل ما عنده. شكيد الجماعة بقول لك الوهابي بقول لك شنو؟ جيب له قناية. ما وهابي ولا أي حاجة ولا تابع لمحمد بن عبد الوهاب، إنما دي دعوة الرسل يا أخوانا. هم بيقول لك كده ليه؟ عشان ينفروك من الحق. يقول لك ده وهابي ودي دعوة محمد الوهاب عشان ينفروك من الحق، مع أنه دي دعوة الأنبياء. أنا أسا يا أخواننا من قبل قاعد هنا قلت قال محمد الوهاب، قلت قال الله وقال رسول الله، الآيات القريتها دي كلها من سورة الشعراء، ما عند أي علاقة محمد الوهاب في الحتة دي، لكن يا أخواننا دار ينفر الناس من الحق. فقاموا قالوا نحرق إبراهيم عليه السلام لأنه عجزوا عن الحجة وانقطعت عنهم الحجة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ولعوا نار 100 سنة يا أخواننا بيجمعوا الحطب وأوقدوا النار، لا من بقوا ما عارفين الطريقة اللي ارموا فيها إبراهيم في النار كيف، جابوا المنجنيق وجدعوا إبراهيم في النار. إبراهيم قال حسبي الله ونعم الوكيل، لأنه متعلق بربه يا أخواننا، قلبه متعلق بربه الخلق. قال حسبي الله ونعم الوكيل، حتى جاءت روايات وقيل أن فيها مقال أن جاءه جبريل فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ عندك حاجة دائرة؟ قال أما منك فلا، وأما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فالله سبحانه وتعالى في الوقت ذاك قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال أهل التفسير إذا قال الله سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا ولم يقل سلاما لتجمد إبراهيم في النار،
ولكن قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فقالوا الأيام دي كان من أجمل الأيام القضاء إبراهيم أيام النار دي. فالله سبحانه وتعالى ينصره، ودي عاقبة أهل التوحيد ومصير أهل التوحيد النصر. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الأنبياء الله سبحانه وتعالى بيبتليهم وبيصبروا، وبعدين يا أخوان النصر والعاقبة تكون للمتقين وتكون لأنبياء الله المرسلين، لأنهم يا أخواننا دعوا للتوحيد دعوة واضحة. وفي بعض الدعاة يا أخواننا بيدعوا للتوحيد وبيتلقاهم بيلفوا ويدوروا، وده ما عندهم الأساس في الدعوة. أي زول يكون ما أساس دعوته الدعوة إلى التوحيد ونهي الناس عن الشرك، ده يا أخواننا اعتبروا إنه داعية فاشل. ليه؟ لأنه يا أخواننا ما مشى بمنهج الأنبياء الصحيح، وما مشى في درب الأنبياء وفي درب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الذي قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لأن يا أخواننا بلدنا محتاجة، بلدنا دي محتاجة لجنس الكلام ده، إنه يحذر الناس من القباب والأضرحة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإخواننا دي دعوة الرسل. ممكن الناس يستغربوا منا، يقول لك والله الكلام ده يمكن أول مرة نسمعه، لكن أعلم وأعرف إنه يا أخواننا دي دعوة الرسل، الدعوة إلى الصلاة وإلى فضائل الأعمال وإلى غيرها من العبادات تكون بعد التوحيد يا أخواننا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فالدعوة بتكون بالتدريج، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإن هم أجابوك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم إلى آخر الحديث. بعد يا أخوان إبراهيم نهى قومه عن الشرك وكسر الأصنام ودعا للتوحيد، بعد ده الله سبحانه وتعالى قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. شوف يا أخوانا إبراهيم إمام التوحيد، الله سبحانه وتعالى يقول له ألا تشرك بي شيئا. نكتفي يا أخوانا بهذا القدر، إن شاء الله بعد الصلاة يكون معانا شيخنا وأخونا محمد نورين. جزاكم الله خير، بارك الله فيك.